حبينا ان احنا كمجتمع مدني نختار مجموعه من الناس المحايده واللي ما عندهاش علاقه بالاحزاب باش ما تظهرش وكانه ثم يعني توجه عام منا ولا منا. خذينا المجموعه هذه ومشينا نحققوا في سليان. التحقيق ما كانش سهل لانه احنا كي باش نحققوا مش ناخذوا الجرحى فقط ولا عائلاتهم فقط. احنا خذينا كل مكونات اللي عندهم علاقه بالاحداث. الجرحى بعض منها. الاهاليا. المواطنين اللي عندهم علاقه بالاحداث. المجتمع المدني. ووجدنا كثير من التفاهم الاتحاد الجهوي للشغل اللي قدمه وكل الاحزاب السياسيه دون استثناء اللي كانوا معناها قدموا لنا كل المساعدات اللي في السلطه واللي خارج السلطه باش نجموا نوصلوا لها. كذلك اتصلنا بالدوائر الامنيه واكدنا انه لازم الدوائر الامنيه نكونوا نسمعها باش ما يكونش تقريرنا ماخوذ من جهه واحده. على مستوى الامن اول حاجه خرجنا بها هو استعمال مكثف واحيانا غير مبرر للرش وللعنف. الحاجه الثانيه اللي استخلصناها انه هناك غياب للتجربه لدى الامنيين. ومناش استخلصناها دي استخلصناها من رش وضرب. احيانا عندنا نسبه كبيره من الناس المضروبين بالرش في دورات، وعندنا ناس نسبه كبيره كما تشوفوا من الناس مضروبين في عينيهم، وزاد كذلك من التواصل بين المتظاهرين وما بين اعوان الامن. احنا ما نقولوش ان المتظاهرين كلهم سليمين، بالعكس فما، لكن عون الامن شنو دور في مثل الظرف هذا؟ على مستوى السياسي هناك مستويين، مستوى جهوي ومستوى وطني. المستوى الجهوي ثم غياب تام للتواصل بين ممثل السلطة في الجهة اللي هو الوالي ومن بين مكونات المجتمع المدني. هذا يجزم فيه كل الأحزاب السياسية دون استثناء. ثم ما أسمته اللجنة بالعقاب الجماعي والعشوائي ضد المتظاهرين. ثم استعمال غير مبرر ومفرط لسلاح الرش ومفرط للقوة. لم يكن هناك أي داعي لاستعمال سلاح الرش. ثم هناك قصد للإيذاء. لما متظاهر يكون هارب وتضربه في الظهر انت ماكش في وضعيه للدفاع عن النفس. والانتهاكات مشكله في الرش. ايضا بعض القنابل المسيله للدموع، فما بعض القنابل اللي هي منتهيه الصلوحيه منذ اكثر من 20 سنه. القنابل هذه في توصيات الصنع تقول انه لا تستعمل في الاماكن المغلقه. لكن القنابل هذه عكس القانون تم استعمالها في اماكن مغلقه وادت الى اجهاض سيدتين، وهذا سجلته اللجنه. نقطه اخرى كذلك ويجب ان تؤخذ بعين الاعتبار شئنا ما بينا، هناك ضحايا في الصفوف الامنيه، والضحايا هذم ربما تقريبا السبب الرئيسي في استهدافهم او الوسيله الرئيسيه في استهدافهم هي المواد الصلبه، الحجاره. بين قوسين اللجنة لم تظفر بأي دليل يفيد بأن الحجارة المستعملة كانت حجارة مستوردة، واللجنة شجبت أصلا هذا المصطلح. اثنين، ثبت يوم 28 مجموعة من المتظاهرين استعملوا العبوات الحارقة المولوتوف ضد أعوان الأمن. على ولدي مروان المباركي اللي هو هزوه من نهار 25 لفرنسا، من نهار 25 الشهر الفات طيشوه غديك في نهاره، قالوا له عملوا يعني بعثوه من هنا نهار 25 في الشهر اللي فات باش يعمل كنترول في فرنسا ويرجع في نهاره. يا اخي ولدي قال لهم انا عندي الرش في راسه وعينيه معبين بالرش، وقال لهم انا ما نروح، انا جيت لفرنسا باش نداوي الناحيه. تتصور عامل الاخزر العين هذه اللي صار فيها ثلاثه كعبات ديجا ما يخزرش بها، والعين الثانيه اللي اليمين فيها كعبتين، خلاف اللي في كراج ما هو راسه ما عندوش حاله واحده، حتى من سنيه وفمه تكسر. اليوم الحاله نتاع مروان مطيش في بلاد الناس، وتعرف العيشه صعيبه غاديكه،
ومازال في فرنسا من نهار 25 والفيزا قريب توفى يعني توفى الجمعه هذيا. هو ديجا ما خذا الفيزا قبل ما يمشي ب 10 ايام وبعد مشى معناها قاعده تمشي عليه وديجا غدوه بعد غدوه توفى الفيزا وقاعد مطيش. لعطوه دوسي باش يعدي لا عملوا له حل. مشيت لوزاره الصحه تكلمت سيمون درلونيسي يعمل لي عينيه 10 على 10 هو مش صحيح. هو عبد انسان عادي لباس عليه ما تلقاش عينيه 10 على 10 عينيه التو بالرش ما نحولوش ما عملوا له حتى شيء ما عملوا له حتى شيء. امور معناها يمشي في نهار ويسقطوا فينا روح معناها كما المجموعه الاولى اللي مشت لفرنسا وصلهم وروح ديريكت لتونس تو تواصل لتعديتك في تونس. انا اللي طالبات تو من السلطه المعنيه يلزم الحكومه هذيا تشوف لي حل لولدي الدوله يعني يعملوا له يبعثوا له الدوسي نتاعو يمددوا له في الفيزا نتاعو باش يكمل علاجه في فرنسا حتى ولو كان ما يبقاش في السبيطار عنده قريب وغديك ينجم يعني يبقى بحذاه يقوم به للي يكمل علاجه في فرنسا. مثلا استعمال القنابل المسيلة للدموع في اماكن مغلقه وهذه القنابل كانت يعني منتهيه الصلاحيه وادت الى حالات اجهاض. ايضا استعمال واستهداف متظاهرين او استهداف اشخاص كانوا خارج مناطق التظاهر. طبعا اللجنه تعتقد انه هذايا كان عباره على عقاب جماعي ضد المتظاهرين وتحمل يعني الجهات الامنيه المسؤوليه في ذلك. طبعا اللجنه سجلت الى جانب يعني اصابات في صفوف المتظاهرين سجلت ايضا في صفوف الامنيين واللجنه اعتبرت انه هذه الاصابات جزء منها مرد الى عدم تاهيل الامنيين الموجودين لانه اغلبهم كانوا شباب ولم تكن لهم التجربه الكافيه ودعت الى ضروره يعني تاهيل المنظومه الامنيه والى ضروره التاهيل التقني وتكوين الامنيين على كيفيه يعني مواجهه الاحتجاجات واساسا احترام حقوق الانسان واحترام القانون والتدرج في استعمال القانون. ايضا توصلت اللجنه الى خلاصات انه الاداره السياسيه للازمه كانت سيئه جدا سواء كان على مستوى الجهوي حيث ان الوالي لم تكن شخصيه قادره على التفاوض وقادره على تجنب الأسوأ وايضا على المستوى المركزي الحكومه لم تكن لديها القدره الكافيه على اداره الازمه وتجنب الخطابات الاستفزازيه كما ان المعارضه حاولت ان تؤجج هذه يعني الاحتجاجات. يعني اداره الازمه للسياسيين بشكل عام كانت اداره سيئه والخطاب السياسي ساهم الى حد كبير في صب الزيت على نار الازمه. كونه احنا عملنا محضر اتفاق مع الحكومه السابقه وكان النقطه الاولى فيه هي اساسا الالتزام الطرفين بتهدئه الاوضاع سواء من طرف الامني والحكومي ومن طرف الاهالي ومن طرف الاتحاد. التزمنا نحن بذلك لانه في يوم الجمعه الفارط السلطات الامنيه وبالاساس مركز العوينه للابحاث يبعث العديد من النقابيين استدعاءات للبحث في تهم كيديه هذا نهار يوم الجمعه 15 مارس 2013. معناها اليوم يحبوا يعاودوا سيناريوهات اخرى. احنا ملتزمين مع اهالينا اي مساس باي شخص من سليانه ومن نقابيها فاننا ملتزمين نحوهم للنضال من اجل رفع المظلمه هذه والمظالم اللي يحبوا يعاودوها ويكرروها من جديد.